حدث استثنائي في واقع الأمر هما حدثان. الأول أننا نحتفي بكاتب يعد من كبار كتاب السرد في الثقافة العربية، وهو إسماعيل فهد إسماعيل. هذا الاسم اسم كبير، أسس الرواية في دولة الكويت ومن أهم مؤسسيها على مستوى الخليج العربي ومن أهم مطوريها على مستوى الثقافة العربية ككل. إذا الاحتفاء بإسماعيل فهد إسماعيل هو في ذاته أمر يستحق السعادة. أمر آخر موجع وعلى النقيض هو أننا فقدنا إسماعيل فهد إسماعيل منذ عدة أشهر حين رحل عنا بصورة مفاجئة، وكان رحيله يعني نموذجا عجيبا لرحيل كاتب محب لما يفعل، حيث رحل بعد أن كرم في حفل حافل ممتلئ بكل أحبته، كرم وعلى روايته وإصداره الأخير قبل أن يتوفى بيوم تقريبا أو بيومين. فهذا وحين علمت إدارة الثقافة هنا في المعرض بوفاة الأستاذ إسماعيل فهد إسماعيل كانت المبادرة لإقامة ندوة عن أدبه وعنه هو شخصيا. وهذا النوع من الندوات قد يكون مملا للجمهور إن لم يكن المتحدث فيه شخص يقدم شيئا جديدا في اللحظة التي يعلن فيها حزنه على مفارقة هذا العالم الكبير. لذلك لدينا اليوم أربعة من أهم من عرفوا إسماعيل فهد إسماعيل ودرسوه، ثلاثة من الكويت وشاب مصري قام بعمل ماجستير عن السرد الكويتي وبالتحديد أكثر عن إسماعيل فهد. من الكويت هناك اثنان من المبرزين المعروفين الآن في مجال السرد وأكثرهم ظهوراً وحضوراً في الثقافة المصرية، هو الكاتب الشاب الكبير سعود السنعوسي. وسعود هو ابن من أبناء إسماعيل فهد إسماعيل على مستوى التجربة الفنية والفكرية، وهذا أمر سأدعوه هو يتحدث عنه ويتحدث عما شاء من هذه المساحة. لدينا أيضاً ابن مبدع كبير من أبناء إسماعيل بدأ بالشعر ثم انتقل إلى الرواية، وله رواية أخيرة ستوقع في نهاية الساعة السادسة اليوم في ذات السلاسل أو في دار نشر أخرى. جاء خصيصا وجميعهم جاء خصيصا لهذه الندوة محبة ورغبة في إضافة وعي بهذا الكاتب وبما كتب وبما يفعل وبشخصه. الكاتب الثاني هو الروائي والكاتب الجميل الأستاذ حمود الشايشي. هذا الإنسان لا يستطيع أن يعني يكون بشكل كبير، فكون جماعات صغيرة في الكويت في شقة صغيرة كان في حي عندنا نسميه حي شقة، فكان يجتمع عندنا مثلا عبد الرحمن بدوي وكان يجتمع بعض المفكرين العرب، فكان إسماعيل يستقبل كل هذه المفكرين وكان نقطة انتقال كل المفكرين اللي يجون الكويت من ذاك الفترة وينتقلون من العراق إلى الكويت أو يأتون من مصر كان يلتقون عند إسماعيل إلى سنة 70. سنة 70 كانت علاقة في مصر بالذات ولقاء مع صلاح الدين الصبور. لقاء مع صلاح عبد الصبور كان هذه نقطة خارقة بالنسبة له، لأن إسماعيل بعد النكسة مثل كل العرب صار عنده هزيمة داخلية ويسبب المنع الأول في 65 والنكسة في 67 تقريبا توقف عن الكتابة. سنة 70 لقاء مع صلاح عبد الصبور قدم نصة إلى صلاح عبد الصبور، وصلاح الدين الصبور أثنى على هذا النص ولم يكتفي بذلك، كتب مقدمة
إسماعيل يثني على هذه الرواية وأنها هي رواية رواية القرن العشرين التي تأتي من الخليج. فكانت هذه الملاحظة شجعت إسماعيل وكانت السماء زرقاء الأولى. فكانت السماء زرقاء تحول وطلب صلاح الصبر أنها تطبع في بيته. إسماعيل استمر بهذا العمل إلى سن طبعاً كان مدرس وهذا أيضاً يعطينا هناك تجمعات تأتي لا مجال كانت علاقة بالمجتمع الكويتي ليست علاقة كبيرة فكان عندها علاقة مع الأصدقاء الفلسطينيين وكان أغلبهم أصدقاء لهم ميول يساري أو قومي فكان إسماعيل يتقون عنده في البيت فتجمع الناس عنده دائماً بشكل فكري. أنا مش سنة 80 يقرر قرار الحكيم أنا بالنسبة لي إنه يتفرغ للكتابة وبلش يكتب بعمق إلى أن حدث الغزو العراقي سنة 90 إسماعيل يقف عن الكتابة ويتحول إلى نشاط آخر في الكويت وهو نشاط المقاومة في حادثة جدا جميلة رويت لي أن إسماعيل أول ما كان الغزو سلم الفرقة المقاومة سلم أسلحة فرفض إسماعيل أن يستلم قال أنا سلاحي قلمي فأصروا عليه زملائه في المقاومة لا عليك أن تمسك هذا السلاح فإسماعيل أخذ منديل يمكن كان حريص ألا يلمس المعدن كان إسماعيل حتى هذا قضيت فترة الغزو انتقل إلى الفلبين حالة من العزلة بعد هذه الحالة من العزلة أيضا هناك من ذهب إلى إسماعيل في ذاك في عزلته وأسس بعض اللقاءات الصغيرة بينه وبين بعض الأصدقاء إلى أن بدأ الكويت بدأ أسس طبعاً كان هناك مؤسسة اللي هو منتبه فلاتة وبلشها وكمل هذه المؤسسة اللي تعد من أهم المنتجات الثقافية التي أثرت في الوسط الثقافي الكويت. أنا لأن الوقت جداً ضيق سأقفل بفكرة أخيرة إسماعيل لم يكن كاتب عابر إسماعيل كان كاتب مؤثر أسس جيل كنا في الكويت نضمح له وهذا الجيل الآن يقوده صديقي وأخوي سعود اللي إحنا كلنا نفخر فيه وعندنا أسماء كثيرة كان من فضل إسماعيل هذا الإنسان كان مؤسسة أسس الجيل ذهبي للكويت إحنا نفخر فيه شكرا لاستماعكم. شكرا للأستاذ محمود الشايجي. شكرا لكل الأحبة. بالتأكيد أن الأمر يدعو للاعتزاز الأحبة في القاهرة بأن تخصص هذه المجموعة الأستاذ إسماعيل فهد إسماعيل في معرض الكتاب يوبيله الذهبي. أنا شاكر للأحبة القائمين هذا المعرض هذه الدعوة الكريمة. شاكر لكم حضوركم. بالتأكيد ويبدو أن إسماعيل فهد إسماعيل يأبى ألا أن يكون جامعاً للأحبة اليوم أنا كما كان هو موجود ولا يزال موجود بشكل أو بآخر أشوف هنا وجوه أحبة إسماعيل إسماعيل أحبة من أسرتنا لا بدر وأستأنف حديثي حيث وقف أخوي محمود تحدث عن أستاذ إسماعيل بجانب الحياتي أكثر وجانب الثقافي دعم الثقافة أنا نادرا ما أعد ورقة يعني أفضل أن أرتجل لكن في هذا الموضوع لو ارتجلت ستنفرط الأمور يعني ممكن أن أقعد لغاية بكرة ولا لا أخلص الحديث بالأستاذ إسماعيل فتحملوني أنا أعرف أن عادة الورقة تكون مملة لكنها قصيرة
أنا في الواقع أتحدث عن أدب إسماعيل من عين قارئ في نهاية درس أكاديمي درس ناقدة. قراءة أدب الأستاذ إسماعيل كان إسماعيل بين الحرب والهوية والآخر. منذ عمله الروائي الأول كانت سماء زرقاء مثلت الحرب وأثرها على الإنسان الهاجس الأول إسماعيل كان إسماعيل. يمكن للقارئ المتتبع لسيرة الراحل الكتابية في الرواية والقصة والمسرح الوقوف في محطاته المهمة التي صورت أثر الحروب على الإنسان وسلوكه ونوع تفكيره. وقد كان قدرهم يعايش ذلك التأثير بشكل شخصي مباشر في تجربتيه الحياتية والكتابية. فمنذ عمله الأول كانت السماء زرقاء كانت الحرب، كانت حرب الإنسان على الإنسان بسبب الفكر هي المحرك لأحداث الرواية ممسوخة الشخوص بفعل الحرب وبشاعتها. وتضمنت رواية الشياح جزءا تسجيليا لأحداث حرب أهلية لبنانية. وقد أمضى الراحل شهورا في بيروت يرسل الدمار عن قرب في المكان الذي أحب. وفي سبعيته الشهيرة أحداثيات زمن العزلة التي أرخت لشهور احتلال الكويت السبعة جاءت من صميم تجربته الشخصية أيضا، حيث كان الراحل جزءا فاعلا في خلية مقاومة الوفود التي كان بيته مقرا لها. تلك الرواية الضخمة التي سجلت في الصفحة الأولى من جزئها الأول فجيعة وطني تحت سلطة احتلال، وانتهى جزءها السابع بفجيعة الراحل إسماعيل فهد إسماعيل بانكساره بوقوع شقيقه وأحد شخوص الرواية في أسر القوات المحتلة. تحايل على الزمن مكانيا. رغم أن الراحل أمضى 6 سنوات بعيدا عن الكويت في الفلبين تحديدا، يكتب السباعية بعد التحرير بما يحققه البعد المكاني لرؤية الأحداث بشكل أكثر دقة وفق ما يقول لأن الفترة الزمنية الثانية من الحدث لم تحقق لي إدراك رؤية الأشياء بوضوح، فقد اخترت لنفسي أن أنأى عن الحدث باختيار البعد المكاني، فإنه خاض تجربة الكتابة مرة أخرى حول احتلال الكويت وذلك برواية سماء نائية. وإذا كانت السباعية ترصد الدور البطولي لشخوصها حول من كويتين وعرب في فعل المقاومة، فإنه في سماع نائية ارتاع أن يغوص في نفس بطلها المكسور بفعل الاحتلال من دون شعارات بطولية وبرصد حالة إنسانية اتسمت بالجب من دون أن يكون لها أي دور بطولي تسوقه الشعارات المجانية. ورغم أن إسماعيل فهد إسماعيل اتخذ ما يشبه استراحة من هم الحرب في أعمال عدة لامست هموم الإنسان على اختلافها، أبرزها موضوع الآخر القريب متمثلا في المرأة في الطيور والأصدقاء أو رواية خطوة في الحلم، أو الآخر المختلف متمثلا في شخصية العاملة المنزلية ومعاناتها في رواية بعيدة إلى هنا. فإنه عاد كمن يشاكس هاجسه الهاجر في داخله الحرب مرة أخرى في مجموعته القصصية ما لا يراه نائم. ولكن هذه المرة يرصد إسماعيل فهد إسماعيل حياة الإنسان العراقي في الداخل وتداعيات الحروب على تفاصيل حياته والتحولات الكبيرة التي حلت في مسقط رأسه. لعلنا لا نتحدث عن تشابه إسماعيل فهد إسماعيل بين هوية العراقية في مسقط رأسه لأنه أم عراقية وأب كويتي. ختم إسماعيل فهد إسماعيل منجزه الأدبي الذي تضمن ما يقع على 40 عملا بين رواية وقصة ومسرح ودراسات نقدية في موضوع الحرب وتداعياتها. العمل الأخير في هذا الشأن رواية السبيليات مسقط رأسه منطقة السبيليات ومنشأ الطفولة والشباب، حيث يرسم حياة المرأة بصفتها الرحم الحامل لبذرة الحياة إذ تخضر يابسة منطقة جففت الحرب مياهها في أطول حرب شهدها القرن العشرين حرب عراقية عربية. وإذا ما كتب إسماعيل رواية تدور أحداثها في العراق في الجنوب العراقي إنما هو يفعل ذلك مستثمرا حنينه لأيام السباق بالكتابة عما يشغله. ويتجلى ذلك الحنين في أعمال روائية وقصصية عدة منها كانت السماء زرقاء والحبل ويحدث أمس وما لا يرى نائم وأعمال أخرى. وإذا ما سئل عن ندرة أعماله التي تدور أحداثها في الكويت كان يجيب أحتاج إلى الأشلاق. أما في إشكالية الهوية فقد ختم الرواية أعماله في هذا الشأن الذي أرقه في عمله الأخير صندوق أسود آخر الذي يتتبع مصير شخصية البدون المنسي بأبيه. بطل الرواية في حرف عنقاء والخلد وفيه مضى إسماعيل فهد إسماعيل بكتابته الزاخرة
يخوضوا في التجريب بأشكال عدة لمواضيع متقاربة تلامس صنوفهم الإنساني وبقية همومه الأبرز تراوحه بين الحرب والهوية والآخر.